وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدين الإسلام قائم على التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعث الله كل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، أن يدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن لا يشركوا بالله تبارك وتعالى لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل ولا نبيا مرسل ولا صالح ولا طالح ولا غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالذين بعث الله جل وعلا فيهم الرسل كلهم قد أشركوا مع الله عز وجل عباد. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام قد عبد قومه اللات أو ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء كانوا رجال صالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فقوم نوح عبدوا الأولياء الصالحين ديل بحجة أنهم يقربوهم إلى الله تبارك وتعالى. ونفس الشبهة بتاعت قوم نوح الليلة عند الصوفية، شغلنا عديل واضح طوال، نفس الشبهة بتاعتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أسأل أي صوفي درويش بيطاقية خضراء ولا بنفسجية ولا بيضة ولا ماشي مفكه، أي صوفي أسأله قل له البرع ده الله، قل لك للبرع ما الله لكن بيقربنا لي الله. شفت كيف؟ نفس الكلام ده كلام المشركين الزمان، ما جبت حاجة جديدة يا صوفي نهائي، لا إزيك لا خنجر لا حامد السماني لا برعي لا صايم ديما لا كباشي لا ركيني لا غير من الطواغيت، ما جابوا حاجة جديدة، إنما جددوا دين المشركين. إمتى؟ الدين بتاع المشركين جددوا الجماعة دين. وربنا تبارك وتعالى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لمحاربة هذا الشرك. الله رسل الرسل ديل كت إمتى؟ كلهم الله رسلهم عشان يحاربوا الشرك اللي هو زي حق الصوفية الليلة ده. إمتى؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا عز وجل أوحى له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، صعد جبل الصفا. إمتى؟ طلع فوق الجبل ده النبي عليه الصلاة والسلام، ويجيك أنصار السنة المرضان ذاك مطر ولا رعد ولا اسمونه، يقول لك لا المشاكل دي بسيطة نقعد في الواطة. والنبي طلع فوق، أنت دار تقعد تحت تقعد فيك ما عارف ليك تكتم نفسك. إمتى؟ قال نقعد في الوطن حلة. النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى جبل الصفا ونادى في بطون قريش. إمتى؟ قال لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دعام للتوحيد. أنصار سنة الليلة، أنصار سنة بيدقن وباسم الدعوة السلفية. أنت أنصار سنة لو اتلمت لك على أي عطالة، إمتى؟ مركة ناس حزب البعث الاشتراكي، حزب اللمة، حزب الإخوان المسلمين، حزب البهجة والمسرة، الحزب الصوفي الديمقراطي، وبتفرتك بإذن الله عز وجل. إمتى؟ وأنت تعمل حزب وأنتوا 300,000 طريقة، 1000 طريقة في السودان، يومي طريقة جديدة. ما عملتوا حاجة، دار تعمل لكم حزب واحد، 1000 طريقة ما وقفتوا الدعوة دي يا صوفية، أنتوا مخ ما عندكم؟ 1000 طريقة. خليني من الطرق، الشيوخ بتاع إنكم ديل، واحد جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، الشمس دي جرها مع الملائكة، كده جر الميكروفون ده، الشمس خليها، مش الحلقة دي ما عجبك؟ جر الميكروفون ده وديه هناك. جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا، قلب التمساح حجر. ده أبوك الشيخ صوفي. أنت عامل لك حزب ليه ذاتك؟ وزعلان ليه أصلاً؟ بس طوالي أقلب التمساح حجر وأقلب أخواننا ديل أقلبون أي حاجة يستفاد منها في هذه البلاد. أنت وجرنا ودينا أي حتة، كله لعب وكلام فارغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد، أن لا يشركوا بالله تبارك وتعالى، وأن يعبدوا الله جل وعلا مخلصين له الدين
إن تعالى لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فديل كان عندهم أولياء. الليلة الصوفية عندهم أولياء وديل أولياء في الضلال وأولياء بتاعين بهتان وزور زي العشرين المزورة ما شغال. أولياء بالكذب، أولياء للشيطان وعباد للقبور وعباد للأضرحة وعباد للطواغيت، ما أولياء أبدا. أكعب ناس ماشيين في الوطن دي، أكعب ناس همتى الأولياء بتاعين الصوفية ديل، أكعب زول. مش بقول لك بيهم استنار الكون ديل، الكون نور بديل همتى ديل أكعب البشر الذين يمشون على وجه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. صوفية همتى الذين يتخذون القبور مساجد. فالبرعي كداعية من دعاة التصوف وطاغوت من طواغيت الصوفية. كلام ده والله بنقوله مرتاحين جدا جدا، لما الهواء من حسابة بارد همتى البرعي طاغوت، مكاشفي طاغوت، طاغوت كباشي طاغوت، ركيني كلهم كلهم طواغيت يعبدوا مع الله تبارك وتعالى بالباطل همتى. واي ذول زعلان، اي ذول زعلان اللي بيفتحوا بلاغات ما نفع همتى. واحد شال عكاز جه ما نفع، حميده جه خشبه جاي انجلد، اليزيرك كورك الله طفشه في امريكا، الخنجر همتى. نسال الله عز وجل أن يريه يوما أسود كيوم عاد وثمود، مجرم وأفاق ودجال من دجاجلة السودان. إمتى البرعي بيتكلم عن الأولياء بتاعهم، قال ألا يا رجال الغيب، عندهم رجال بيعلموا الغيب. والله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله، والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله، وأنتم تشاءون ما قد شاء لله ضركم. يا عقيدة البرعي في الأولياء بتاعنه وعقيدة الصوفية البتاب متابعين للبرعي والبدافع عنهم زي حامد السماني والخنجر وداك عبد الواحد عبد الرحمن الإسلامية، كلهم دي العقيدة بتاعتهم تنطلق من كتب البرعي دي، وكلهم بينكروها. لمن تبقى في الحارة يقول لك ده مدسوس، يا صوفي المدسوس يا تو كلام البرعي ده مدسوس. هاي خليناه سيدي حسن وتحسون بكم، سيدي حسن فوق الكون متحكم. يقول لك لا ده مدسوس مدسوس، هاي خليناه. هيا ابو التايه وحامد بعصايا تزيل الحصايا وامرض كلايا، ده مدسوس. يقول لك هاي ده مدسوس كويس خليناه. ها وتت الفلات القلب العود مفهوم، ده مدسوس والله اجلس فيك بنيه تكسر اسنانك، وكل مدسوس. طيب حقكم يا تو حقكم وينو؟ انتوا كاتبين له ليه طيب وقت مدسوس؟ لعب على الامه الاسلاميه. انتوا خليكم واضحين، دي عقائدكم الان موجودة في الكتب، رياض الجنة ونور الدجنة للبرعي، ما عارف رياض زاهر الرياض عبد المحمود نور الدين، كلها كتب تنشر الكفر وتنشر الضلال في بين المسلمين. فواجب على الدعاة أي ذول داعية، ها ربنا تبارك وتعالى كلفك أن تنهى عن هذه المنكرات وأن تدعو إلى التوحيد. ما تبقى زي أنصار السنة الخيبانين المرضانين البيقوا خوازيك خوازيك واقفين بين الدعاة وبين الصوفية. محمد اللمين إسماعيل نائب رئيس أو نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح، ده بتاع الهواري وبتاع العدسي وبتاع ما عارف ليك دكاترة بتاع إنه الكبار جواكيم الكبار معاه مطر إبراهيم مطر ولا مطر مين إمتى في غرب السودان ما شو قالوا نحن بنرضى في الصوفية والأخوان المسلمين والأخوان المسلمين والصوفية ما بيرضوا فينا. انت شفت يا أنصار سنة يا مجرم، ها نحن بنرضى فيك انت وبنرضى في الصوفية وبنرضى في الأخوان المسلمين، وانتوا جد
ما بتقبلوا كلامنا ده، كلكم دعاة للباطل، كلكم واحد، كلهم واحد. فأي مسلم يجب عليه أن يحضر هذه الجماعات. الله قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنا أقدم أخونا أحمد.